السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. كلامنا النهاردة عن فن من الفنون خاصة بالرسم، وهو الفن الزخرفي. الفن الزخرفي هو من الفنون اللي بتعتمد على النسبة والتناسب، وطبعا في عوامل كتير جدا بتأثر عليه بشكل واضح. زي ايه؟ زي الكتلة، الفراغ، الحجم، الخط، التكوين، واخيرا اللون. وطبعا الفن الزخرفي بيعتمد في الاساس على وحدات طبيعيه، زي مثلا الحيوانات، النباتات، البشر، او حتى وحدات هندسيه بتتحول لشكل معين. يبقى الفن الزخرفي خلينا فاكرين بيعتمد على الوحدات الطبيعيه. تلاقي الرسمه كده جميله جدا، فيها زهور كتير، فيها نباتات كتير، فيها صور حيوانات، صور طيور. هو ده الفن الزخرفي، بيعتمد ان انا انقل وحدات طبيعيه وابدا اوظفها في شكل لوحة جميلة جدا، تكون لوحة زخرفية. في نهاية حلقتنا أتمنى المعلومة تكون كانت سهلة لحضراتكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية. السلام عليكم.